بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن بحث علمي جديد مهم جدا لمرضى الكبد الدهني، وعلى الأخص منهم المرضى اللي عندهم كبد دهني وعندهم سكر من النوع الثاني. الناس اللي عندها كبد دهني دي محتاسة وتعبانة، دايما بتدور على أدوية وعلى أعشاب وعلى علاج شافي ومانع أو معالج للكبد الدهني. هل في خطورة من الإنسان يبقى عنده كبد دهني؟ يعني هل الإنسان اللي عنده كبده ده مليان دهون وزايد في الدهون بنسميه فاتي ليفر، هل ده في خطورة على الصحة بتاعته؟ طبعا يعني في خطورة أكيدة. ليه بقى؟ لأن الكبد مش معد لتخزين الدهون. الدهون مفروض عندنا ان احنا لما بتزيد في الجسم بتتخزن في الكرش، في الارداف، تحت الجلد، في الوش، لكن بتتخزن برضو في الكبد يعني تتداخل وتعطل وظائف الكبد. اما وظائف الكبد تتعطل ويفوت على ده فترة طويلة بدون علاج وبدون اجراءات، الكبد بيدخل او بيعدي بقى مرحلة الدهون دي ويخش في حاجة اسمها التليف، تليف الكبد. تليف الكبد يعني ايه؟ يعني خلايا الكبد اللي كانت شغاله وتقوم بوظيفتها ووظائف الكبد دي لا حصر لها، لا يستغني عنها الانسان ابدا، كتيره جدا، عاوزه وقت طويل جدا ان احنا نشرح فيها. تتليف يعني تبقى الياف ليفه ولا لها اي لازمه خالص، تفقد وظيفتها. ثم بعد التليف تدخل الى مراحل بقى اللي هي السرطان لا قدر الله، يخش كمان يبقى عندنا بعد التليف وفقدان وظيفة الكبد نخش فيه عند معظم الناس او ناس كتير جدا في مراحل متقدمة، نخش فيه اورام الكبد. مشكلة كبيرة جدا، ولو ان معظم الناس اللي عندهم سكر عندهم دهون على الكبد، والعكس صحيح، معظم الناس اللي عندهم دهون على الكبد عندهم سكر والعملية مترابطة ببعضها، ودهون الكبد محدش لقيلها علاج شافي كافي مانع. وما زال البحث اللي معانا النهاردة بيقدم لنا حل جميل جدا. البحث ده يا جماعة معمول، عملوا مجموعة بحثية كبيرة جدا في يعني معظمهم في جامعة سيول في كوريا الجنوبية، إحدى أكبر جامعات في العالم، والبحث منشور في مجلة جاما اندوكرينولوجي، ودي يعني من أكبر المجلات العلمية. بحث مهم جدا، والمجلة امباكت فاكتور بتاعها 39، والبحث لسه منشور من يومين ثلاثة بالظبط. عملوا إيه عشان يجيبوا لنا دواء بقى وعلاج جديد للكبد الدهني من الأدوية اللي موجودة واللي معروف انها ملهاش اعراض جانبيه، او حتى لها اعراض جانبيه معروفه ويمكن ان نتحملها، مش دواء، مش علاج جديد لسه هنجرب. قال لك معظم مرضى الكبد بيبقوا برضو عندهم سكر، طب ما نجيب بقى ادويه السكر ونشوف مين فيهم اللي ممكن يعالج لنا دهون الكبد. ومش هنجرب من جديد، احنا هنمسك السجلات اللي موجوده على مستوى كوريا الجنوبيه كلها. جمعنا منها 82 ألف وكسر، موجودة في البحث الرقم بدقة، يعني مواطن عندهم السكر وعندهم دهون على الكبد بدرجاتها المختلفة، أحجامها ودرجاتها المختلفة، وبياخدوا أدوية سكر. منهم اللي بياخد أدوية سكر، خد بقى العائلات معانا، سجلوا كل العائلات أدوية السكر اللي ممكن أي حد بياخد. عائلة اسمها السلفونايل يوريا، العائلة القديمة وما زال الناس بتستخدمها، في منها الاماريل وفي منها الدايمكرون وفي منها الدوانيل. الناس تسمع الحاجات دي وتلاقي مرضى السكر حتى القدام كانوا يستعملوها كتير، وفي لسه ناس بتستخدمها دلوقتي. الاماريل ده معروف قوي، جابوا الناس دي. وناس تانية بتاخد عيله اسمها ادويه جديده بقى، عيله اسمها الجليبتين، عيله اسمها السايازوليدين نايونز. عائلات، كل ادويه السكر عندنا يا جماعه بتنتمي لعائلات، كل عيلة فيها 3-4 أدوية إخوات بعض. عيلة كمان اسمها الجليفلوزنز، أسامي غريبة، طبعًا المريض ما لهوش علاقة بالأسامي دي، بس أنا بقولها للدكتور، الدكتور البشري اللي بيشاهد الحلقة دي، إن البحث حديث جدًا وبيقدم معلومة كبيرة جدًا لدكاترة الطب البشري ما يعرفوهاش، وعشان كله بقى يتجه اللي إحنا أي مريض عندنا عنده عمل سونار وعنده كبد دهني، لازم الدواء اللي هنقوله كمان شوية كده ده يكون من ضمن نظام العلاج بتاعه. فكل عائلات السكر بكل أنواعها،
وجابوا المرضى دول على مدار فترة طويلة جدا، لدرجة ان بيقولوا عدد السنين اللي اعتبروا تابعوها عندهم تساوي 200 حاجة و40 ألف سنة. وشافوا قبل الجماعة بقى الكوريين اتقدموا قوي دلوقتي بيتابعوا المريض من كل السجلات بتاعته، شافوا قبل بداية العلاج وبعد بداية العلاج حجم الكبد الدهني عندهم او الاشارات او علامات الكبد الدهني عندهم بتنخفض ولا بتزيد. فبشرط ان اي دواء من الادويه دول، هم كتير ادويه ضخمه كتيره جدا، يكون المريض استخدمه على الاقل 80% من الايام لمده 3 اشهر، يعني 3 اشهر دول 90 يوم، يكون استخدمه على الاقل 80%، يعني اولموست 3 اشهر، يعني نسيب بعد الايام بسيطه، غير كده ما يحطوش في الدراسه. بعد الثلاث اشهر دول نشوف حجم الدهون قل ولا زاد. امسك بقى، خد بقى النتائج الجميله اللي حصلوا عليها. بس انا عاوز اقول قبل النتائج ان كان مستمر مع العائلات بتاع الادويه دي الميتفورمين. يعني ايه؟ يعني كل الناس دي كانوا بتاخد ميتفورمين. ميتفورمين ده يا جماعه اللي هو ايه؟ اللي هو جلوكوفاج مع دواء تاني، يعني يبقى عنده جلوكوفاج زائد الايه؟ الاماريل. جلوكوفاج او ميتفورمين يعني من اسامي شركات تانية كتير، مع العيله الجلوفلوزن، ميتفورمين جلوكوفاج مع الجليبتين، يعني دايما الجلوكوفاج او الميتفورمين موجود في الايه؟ موجود في نظام العلاج. ليه بقى؟ لان في بحث انا يعني مأخره، يعني ما نشرتوش، بس يمكن ما فيش داعي بقى لنشره، لان البحث ده بيقول ان الجلوكوفاج والميتفورمين من اهم الادويه اللي بتساعد على تقليل تليف الكبد. فأي مريض من انت من كام و80 ألف دول لازم يكون بياخد الدوايين دول، الجلوكوفاج مع واحد من أدوية السكر، ويشوفوا بقى التأثير. طلعت النتائج المبهرة إيه؟ كالآتي: طلع أسوأ، نبدأ بالأسوأ، أسوأ واحد ما بيجيبش نتيجة بل بالعكس ممكن يزود دهون الكبد، هي عيلة السلفونايل يوريا. إيه هي عيلة السلفونايل يوريا يا جماعة؟ عيلة الأماريل، وحشة قالت معاها الاماريل طبعا، والدايميكرون والدوانيل والجليبينكلامايد والجلايكلازايد وكل الادويه دي. تقرا في النشره بتاعتها يقول لك ينتمي هذا الدواء الى عائله السلفونايل يوريا او سلفات اليوريا. كل دي بتزود الدهون على الكبد، مش مفيد، ولها اضرار تانية كتيره بقى. من ايه يعني؟ ايه قلناها في حلقات، ارجع تابع بقى حلقات السكر هتلاقي قلنا ابعد عن الادويه دي، اكتفي بالادويه الحديثه اللي نزلت. طيب في عيله تانية احسن شويه، عيله الجليبتس، ولكن ليست هي الافضل. عيله اللي هم السايازويلادين دايون، كل العائلات كلها تأثيرها على الدهون كويس، ولكن الأفضل والذي ينصح به الباحثين، ينصحوا به لاستعماله، عيلة وحيدة اسمها الجليفلوزنز. يعني إيه جليفلوزنز؟ يعني مجموعة من الأدوية، حوالي 3 أو 4 أدوية إخوات لبعض، أي دواء منهم بتستعمله هيعالج السكر، وفي نفس الوقت هيعالج دهون الكبد، هيقللها بمقدار كبير جدا. ونصحوا دكاترة البطنة ودكاترة السكر ان لازم اي مريض سكر يكون معاه ده عشان نقلله دهون الكبد وعشان نعالجه. ايه بقى هم ادوية الجلوفلوزنز؟ اما تيجي تقرأ الاسم المادة الفعالة تلاقي النص بتاعها ينتهي بكلمة جلوفلوزن. المادة الفعالة مش اسم تجاري. انا هقول لك دلوقتي اساميهم كلهم، سواء مادة فعالة او اسم تجاري، بحيث انك انت تشوف الادويه اللي انت بتستخدمها، تشوف النشره، تقرا، تشوف انت عندك دواء من دول ولا لا. فاول واحد فيهم اسمه امباجليفلوزن. امباجليفلوزن اول دواء نزل له كان اسمه جارديانس. الجارديانس ناس كتير قوي تعرف الجارديانس ده، وبعد كده نزلت بدايل للجارديانس كتيره جدا في مصر. فالامباجليفلوزن ده من الأدوية اللي بالجانب علاجها للسكر بتعالج لنا دهون الكبد. طيب فطبعا انت ما بتاخدش بقى الايه الامباج الجارديانس لوحده، فتلاقي فيه جارديانس زي معاه الميتفورمين، جارديانس مثلا بلس. انا هشوف لكم بقى اساميهم التجارية كلها دلوقتي اللي فيها مادة الامباج لوفلوزن، سواء محلي او اجنبي. عندك مثلا الاجنبي بقى سينجاردي ده عباره عن 12.5 مللي جرام امباجليفلوزن
معاه 1000 مللي جرام ميتفورمين، ده اسمه سين جاردي، نفس الشركة هي بتاعة الجارديانس دي عاملاه برضو. فناخد في امبا جليفورم كتير بقى، جليمبوزين، جليفلوزاميت، جليمباكير بلس، مليتوفيكس، مليتوفيكس ميت، برضو شركة محلية عندنا. بس طبعا اللي في الدول العربية هيلاقوا الجارديانس، اذا لقوا جارديانس ال 25 ملي جرام او ال 10 ملي جرام على حسب الدكتور ما يقول له، ياخد معاه جلوكوفاج. اذا كان او يلاقي بقى اللي هو السين جاردي اللي هو التركيبة على بعضها. في ايه بقى تاني عندنا دواء تاني موجود في بعض الدول العربية ويمكن نزل مصر عندنا، ده بقى احدث شوية، اسمه كانا او كانا نسأل عليه كانا، اسمه كانا جلفلوزن. كانا جلفلوزن اسم التجاري بتاعه انفوكانا، انفوكانا ده الشركة الأساسية أو الشركة الأجنبية بتاعته، فموجود عندنا في مصر بقى ايه كتير. برضو بناخده الانفوكانا ده معاه يكون جلوكوفاج كمصدر للميتفورمين. الجلوكوفاج الناس عارفة جرعته، يعني بتلاقي ناس كتير قوي عدى عليها الميتفورمين ده، الجرعة البسيطة 1000 ملي جرام في اليوم، 1000 قرص ال 1000. الجرعة العادية بتبقى 2000 قرص 1000 على مرتين، يا تاخده لوحده يا اما لو هو موجود جوه الدواء بتاعك مادة الفعالة اسمها ميتفورمين خلاص ما تاخدوش، لان هو بقى موجود معاه. عندنا انفوكانا اللي هو ال 100 وانفوكانا ال 300 ملي جرام، موجود بقى كتير بقى بدايل اللي هو عندنا فوكانا ميت اللي هو عبارة عن 150 ملي جرام زائد ايه ال 1000 ميت، ال 1000 ميتفورمين ده موجود في مصر. فوكانا ميت ده اللي هو البديل المصري وموجود معاه الميتفورمين في نفس القرص. في كمان عندنا الدواء الثالث اسمه دابا جليفلوزن، دابا جليفلوزن ده دواء مشهور جدا وموجود، اسم الاساسي بتاع الشركه الاساسيه بتاعه الاسم التجاري اسمها فارسيجا او فورسيجا، في منه 5 ملي جرام وفي 10 ملي جرام، دي برضو بيحددها الدكتور بتاعك، وبتاخد معاه الميتفورمين 1000 ملي جرام او برضو 2000 على حسب الدكتور ما بيحدده لك. وفي منه بقى الخلطة على بعضها، فتبص تلاقي مثلا عندك في مصر الدابا فيلداكتين بلس، ده برضو عبارة عن 10 زائد او 5 زائد الايه ال 1000 ملي جرام الميتفورمين، او دايفلوزيميت، دايفلوزيميت ده برضو عبارة عن الدابا جلوفلوزين زائد الايه الميتفورمين 5 على 1000 او 5 على 500، 5 من ده على 1000 من الميتفورمين. وفي الديجليفلوز بلس، ماشي، الديجلي فلوز بلس برضو عبارة عن 5 ملي جرام دابا جلوفلوزين زائد 1000 ميتفورمين. الحاجات دي كلها جميلة جدا، واللي هياخد الفرسيجة لوحده او اي حاجة فيها دابا جلوفلوزين لوحده ياخد بقى معاها الجلوكوفاج. في يعني كمان حاجات بقى نزلت بره من العيلة الجلوفلوزين دي، حاجة اسمه ايرتو جلوفلوزين، ايرتو جلوفلوزين ده يعني جديد خالص موجود دلوقتي في امريكا ومتصرح بيه، وده اخر واحد في العيلة دي، بس انا معرفش هو نزل عندنا ولا لا، نشوف كده نزل ولا لا، لا لسه مش يعني لا منزلش مصر، بس ينزل قريب. ده احدث واحد من عيلة الجليفلوزن، واسم التجاري بتاعه او الاسم بتاع السوق بتاعه الشركة عاملاه اسمه ستيجلاترو، ستيجلاترو. اي حد بقى في الدول الاجنبية ومكتوب له ستيجلاترو ده حاجة كويسة جدا، واحدث واحد فيهم ياخد معاه ميتفورمين. وبكده يبقى احنا بنعالج السكر بحاجتين، بالستيجلاترو او الفارسيجا او الجارديانز وبالميتفورمين، ده برضو بيبقى كويس للسكر وله تأثيرات تانية. اللي انا عاوز اقوله بقى على الكومبينيشن دي يا جماعة، الكومبينيشن دي احنا بنتكلم عنها النهاردة انها كومبينيشن لعلاج دهون الكبد. طب هي ايه كمان تاني؟ هي لعلاج السكر. طب هي ايه كمان تاني؟ لعلاج حاجة اسمها مقاومة الانسولين. ورجعوا لحلقة مقاومة الانسولين، اتكلمت عن موضوع مقاومة الانسولين بدرجة يعني اكتشفوا ان العيلة دي هي عيلة علاج مقاومة الانسولين، ودي بقى المرحلة اللي هي ايه بتسبق السكر وبتستمر مع السكر. طيب ايه الجديد عنها كمان تاني في غير البحث ده؟ لها العيلة دي الاثنين دول مع بعض لهم حاجة اسمها anti-aging effect، يعني تأثير مضاد للشيخوخة.
بتقاوم يعني بتؤخر وتقاوم اعراض الشيخوخه، ودي حاجه محتاجها مريض السكر. وراجعوا الحلقات اللي قلنا مريض السكر يعني للاسف الشديد بيشيخوا بسرعه اكتر من الانسان العادي اللي هو السليم اللي ما عندوش سكر. يعني ايه بيشيخوا بسرعه؟ مش عشان الشعر الابيض، لا، الامراض المصاحبه للشيخوخه زي امراض القلب والدهون في الدم والكوليسترول والحاجات دي والجلطات وغيره وغيره، يعني امراض بتيجي مع السن الكبير دي بتزيد نسبتها عنده. طيب يعني اخر كلام عندنا بقى، بتشتغل ازاي العيله دي؟ العيله دي بتعمل ايه؟ يعني بسرعه كده، يعني وظيفتها يا جماعه وظيفه جميله قوي. هي بتشتغل على الكلى، ملهاش دعوه لا بالكبد ولا حاجه، تاثير على الكبد غير مباشر خالص. هي بتشتغل على الكلى، والكلى ربنا خلقها لها يعني شيء، يعني تاثير عجيب قوي. البول اللي انت بتتبوله ده جاي ازاي؟ ده بيخرج سموم كتيره جدا من الجسم. فالكلى عامله زي الفص كده، بس من جوه تركيبها جميل قوي. في بدايه الكلى الدم لما بيعدي عليها بتخرج منه كل الملوثات والسموم والحاجات الغريبه، وبيخرج معاها كمان السكر اللي في دمك كل ما بيزوف في الميه بيخرج، وبيخرج الملح، ملح الصوديوم، ايون الصوديوم بيخرج مع السكر، الاملاح والسكر والمواد السامه وحاجات كتير. بس الكلى بعد شويه تلاقي ان في حاجات مفيده هي خرجتها، ربنا عامل الحاجات المفيده تروح رجعها تاني، يعني السكر ترجع، الملح الصوديوم ترجع، الا اذا زاد السكر عن حد معين اللي هو احنا بنقول عليه ايه، الليفل الاعلى المسموح به لاعاده السكر تاني للجسم اللي هو 180 ديسيليتر. فاذا زاد السكر عن حد الكلى 180 هتسيبه مش هتاخده، لكن لو انت سكرك في الدم اقل من 180 تقول لك لا انا عاوزاه، جسمي محتاج تاخده. فلا يظهر السكر في البول عند الشخص العادي اللي عنده سكر حتى الا اذا زاد عن 180 ديسيلتر. ف ده اسمه الحد. وساعات يزيد بقى السكر ل 200 و250 و300 وكده، مش ملحه تخرج ده كله. فيعمل ايه بقى؟ ما بندي الدواء ده بيعمل ايه؟ بيجي على الانزيم اللي بيعيد امتصاص السكر والصوديوم والكلام ده ويشتغل عليه، بيقول له لا انت بقى ايه، انت تسيب السكر يخرج، مستناش لما يوصل ل 180، قبل كده كمان ابدا خرج. فبيسمح باخراج السكر في البول بكميه اكبر، وده بيقلل السكر في الدم. اما بيقلل السكر في الدم بيظبط لنا السكر، بيساعد على ضبط السكر. طبعا له اعراض جانبيه ان السكر ما يكتر في البول ده، او عند الناس بقى ان هم عندهم سكر كتير قوي تبص تلاقي ممكن يحصل عندهم بعض التهابات ميكروبيه، اللي هو بالذات لما بياخدش بغيره هو ده بس كعلاج للسكر وسكره عالي قوي. لكن لو بياخد معاه ميتفورمين زي كده ما بيحصلش الموضوع ده، يعني نادر الحدوث عنده. فخروج السكر ده يا جماعه من اهم الحاجات اللي هي مفيده للجسم. يعني احنا قلنا ان في عندنا طرق حاجتين بيشتغلوا لهم، الانتي ايجينج ده المضاد للشيخوخه ده، اللي هي انك انت تمنع امتصاص السكر من الامعاء، او اذا امتصه الجسم انك تخرجه بسرعه، لان السكر من الحاجات اللي هي بتسرع الشيخوخه لسه قايلينها حالا دلوقتي، ولها طريقه لها يعني لها اساس علمي واساس كيميائي، يعني لا داعي للدخول فيه. زياده السكر يعني طبعا في الجسم كلما زاد السكر يسرع من معدل الشيخوخة وبيضر الجسم زي ما احنا عارفين. فهو فكرة عمل غريبة عجيبة جدا باستغلال انزيم جوه الكلى بتاعك، بدل ما بيسيب السكر يتراكم ويعلى في الدم ويبدأ ما يفوقش يطلعه الا اذا عدى 180، لا بيفوق له من بدري ويبدأ يخرجه من بدري ويخرجه مع البول ويخلصك منه على قد ما بيقدر. وده بيفوق حاجات كتيرة جدا في الجسم، من اهمها دهون الكبد، تبدأ تنسحب من الكبد ويبدأ الدهون في الكبد تقل. ده الملخص يعني والجزء المفيد في البحث النهاردة. وأنا طبعا كالعادة هحط اللينك بتاعة البحث ده جميل جدا ده في المصادر في صندوق الوصف للدكاترة والأطباء زمايلنا اللي عاوزين يستزيدوا ويقروا التفاصيل الدقيقة بتاع البحث، يبدأوا يركزوا فيه مع المرضى بتاعهم. وده اللي عندنا النهاردة، وإلى اللقاء في حلقة قريبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.